إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شفت بقناة الشعب، في هذا البث العاجل والمباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان، عفوا من مدينة مرتين. اليوم متابعينا الكرام بغيناكم تبارطاجيو، كل ما بارطاجينا هذا المباشر كل ما وصل للمحسنين وكذلك وصل الساكنة ديال مدينة مرتين وكذلك الزوار اللي كيجيو لمدينة مرتين، هذه المدينة الجميلة والهادية. اليوم من خلال هذا المباشر معنا واحد الحالة إنسانية كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، السي عبد الله حجي، فهو معروف هنا بمدينة مرتيل مول، يعني العربة اللي كيشوي فيها وكيدير فيها الساندويشات ديال الدجاج وديال اللحام وديال الكبدة. اليوم فهو طريح الفراش متابعينا الكرام، يعني والظروف الاجتماعية ديالو فهي مزرية، وكيف كتشاهدوا معنا متابعي قناة شوف طبيعي قناة الشعب، من بعد عبد الله بعد فترة طويلة ديال العلاج يعني متنقلا بين مدينة مرتيل والمستشفى الخاص بمرضى السرطان بمدينة الدار البيضاء، وكان وقف على رجله ورجع الخدمة ديالو، وإذا الصحة كتخون مرة أخرى وقد رجع الوضعية ديالو أكثر تدهورا. باقي التفاصيل غادي نكتشفوها من خلال هذا المباشر، السي عبد الله فهو كيدعو ساكنة مدينة مرتيل باش أنهم يمشيو ويتقداو الساندويشات اللي على الفحم، يعني من العربة ديالو اللي كاينة وراء المدرسة العليا للأساتذة، وبالضبط يعني في الشارع في كاينة المحطة ديال التاكسيات خط مرتيل باتجاه تطوان. باقي التفاصيل غادي نكتشفوها من خلال هذا المباشر، ما تنساوش البارتاج، بغينا اليوم البارتاج البارتاج البارتاج، وكذلك نجد المحسنين سواء بمدينة مرتيل أو تطوان أو باقي النواحي ديال المدينة أنهم يتعاونوا مع سي عبد الله. سي عبد الله مدة طويلة وانتينا مريض، هضرنا شوي على الوضع الصحي ديالك اللي يعني في تدهور مستمر، احكي لنا على الوضع الصحي ديالك. نعم احكي لنا على الوضع الصحي ديالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا كنشكركم بزاف على القدوم ديالكم على هذه الالتفاتة ديالكم اللي معروفين بها، والإخوان والأخوات كما كتعرفوا معكم عبد الله الحاجي. هذه دابا المرة الثالثة اللي كان مرض بها بالسرطان، من بعد ما كنت مريض بالسرطان كافو من الأنف والحنجرة، دابا في مشهر واحد السرطان جالي هذه المرة العمود الفقري، تسبب لي في شلل الحمد لله. من بعد ما كنت كنقاوم وكنخدم في ديك الكروسة، رغم أن الركاب ديالي كانوا كيخبوا بيا ولكن كنت كنقاوم الحمد لله، ولكن دابا ما بقيتش كنمشي، ما كنستطعش نمشي، دابا كندير الشيميو في الرباط، متبع العلاج في الرباط مستشفى مولاي عبد الله في الرباط. السيدة ساكنة معايا في نفس العمارة في السطاح، عندها الوليدات هي المسؤولة عليهم، كانت خدام من فعل المطعم، ومسكينة خيرها سابق فيا لدرجة كانت كتنزل كانت كتجيب لي الماكلة، المهم خيرها سابق فيا بزاف. واحد الوقت جات وقفت على الخدمة، انتوما كتعرفوا الشتوى الأزمة، من شفتها كتفكر هالك حنا ولا حتى المتابعين، ملي كنهضر بزاف الورم مسبب لي في الانتفاخ السلب هنايا. ارتاح شويه عليك، شوف خلي الميكرو، شوف تزري يدك عندك، اسمح لي اسمح لي، زول يدك من الميكرو، زول يدك، لا عزول يدك من الميكرو، زري يدك، خلي لي الميكرو هاي صافي، هو منزل نزل غير يدك عليه بلا ما تشد صافي. ملي شفتها كتفكر الوليدات في المدرسة الكرا، وانا نطيع عليا هاد الفكرة هادي، قلت لها شوف اختي هالكروسة واقفة واقفة، انتي عريفية تبارك الله في الطبخ وكتفهمي في كل شيء، تكل على مولانا. وقالت لي نهار اللي رد الكليان ونتحرك وندخل ديك البركة راه تعاون معايا تاهي، لهذا كان ناشد الكليان ديالي
ومن الإخوان والأخوات يلتصقوا عند السيدة، ياكلوا عندها، يتعاونوا معها. المعاونين ديالكم معاها، هي المعاونين ديالكم معايا أنا، وأنا محتاج لكم من أكثر من أي وقت مضى. الله يجازيكم بخير. منكم تصحيح أنتم ما كتعرفوا دابا الغالب الله باش ندير الشيميو ثلاثة المرات في 2017، ورجعني في 2018 درت الشيميو الأشعة، وفي 2017 الشيميو الأشعة 35 حصة الأشعة، في 35 حصة الأشعة 70 حصة، وفي 2024 في شهر واحد تصبت في الشهر بسبب الورم، عاود الأشعة والشيميو. ماشي سهلة الأشعة والشيميو، كتدخل على العظام المفاصل بزاف الحوايج. سي عبد الله، بالنسبة للعربة ديالك ولا الكروسة ديالك فين عندك؟ فين البلاصة؟ شمن بلاصة باش الناس يعرفوها؟ العربة ديالي راه كما كتعرفوا مع ستوب ميرامار مع جامع الدفوف، راه مكتوبة فيها مشاوي الحاجي، فيها الأخت راضية هي اللي كتلوب عليها دابا، وتعاونوا معنا الله يجازيكم. كما كتعرفوا دابا أنا الدواء داني السمع، إلا كان الإنسان الطبيعي كيفتح فمو أربعة الأصابع، أنا ها بسبب الشيميو والأشعة والعظام والمفاصل، والحمد لله الحمد لله على كل حال. وانتم كتعرفوا السرطان كنطلب الله عز وجل الله يحفظكم في الأبدان ديالكم وفي الأسماع ديالكم في الأبصار ديالكم في الوالدين ديالكم وفي كل عزيز عليكم، تلا فاسكم حبوا بعضكم حبوا بعضكم. اذا كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، هذا هو الوضع الصحي ديال السي حاجي. طبيعه الحال فهو غير كيهضر معنا وجالس يعني في الفراش ديالو طريح الفراش، ومع ذلك يعني كيشبروا العياء نظرا يعني للتداعيات ديال مرض السرطان الذي انهك جسمه من بعد ما كان يعني خدم على وليداته. وكيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، فالله يجازيكم بخير. وكذلك النداء ديالنا لساكنه مدينه مرتيل والزوار ديالها، تعاونوا مع السي حاجي، مشيو زوروا العربه ديالو ولا الكروسه ديالو ديال الساندويشات اللي كاينه امام مسجد التفوف هنا بمدينه مرتيل. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش في كاين المسجد ديال التفوف، مجرد ما انك توصل شارع ميرامار وبالضبط يعني الفيروج او ستوب كيف كنقولوا له حنا باللهجه الشماليه ديالنا، غادي تدخل مع ديك الشارع نيشان، يعني غادي تلقى الجامع ديال التفوف، وامام الباب ديالها مباشره غادي تلقى العربه او الكروسه ديال الساندويشات اللي مكتوب عليها مشاوي حاجي. بقاو معنا متابعينا الكرام، باقي السي حاجي غادي يقول لنا شي حاجه. غير وحده من المعاناه ديالنا ديالي، من المعاناه وحده، انتم طلعتوا عندي دابا في الدروش، كنسكن في الطبقه الثالثه، يعني محتاج للشمس فيتامين دي باش ننزل، صعيب شكون يتزلني، وما كيبغوش يكريو لي، علاش؟ كيخافوا مني ما نخلصهم. هذه وحده من المعاناه، خالي التنقلات باش نمشي نشوف الطبيب ديال الودنين، الطبيب ديال الانف والحنجره، الطبيب ديال الجلد، خرجوا لي الطبيب في الرباط والله دي شهر والله باقي ما مشيت. هذه هي واحد جزء بسيط من المعاناة المؤسسة، الحمد لله الحمد لله. وكنشكركم بزاف على هاد الالتفاتة المعودة ديالكم، شكرا. سي عبد الله، إذا بغيتي سي عبد الله إذا بغيتي المحسنين تناشدو وتقول لهم الرقم ديالك ديال التليفون ثلاثة المرات. واخا تفضل. هاتي هاد الشراب حيت بسبب الأشعة
ما عنديش اللعاب. دابا ساعة خصك تشرى خصوصا ملي كتهضر. رقم التليفون تاع عبد الله الحاجي 06 62 85 87 05 06 62 85 87 05 06 62 85 87 05 كنشد على يديكم بحرارة وكنشكركم بزاف على المعاونة ديالكم والمساعدة ديالكم. شكرا السي حاجي. إذن متابعينا الكرام هذا كان النداء ديال السي حاجي بالنسبة للمحسنين إذا بغاو يتعاونوا معاه ففي عنوان المباشر فكاين رقم الهاتف ديالو فيه الواتساب حتى اللي بغى يجي يزورو في البيت ديالو فهو كاين بحي أحريق يعني مجرد ما أنه غادي مجرد أنه يوصل للحي غادي يسول على حاجي السيد المريض بالسرطان واللي عنده الكروسات الساندويشات اي واحد غادي يجيبكم حتى للدار ديالو ساكن في الطبقه الرابعه معاناه اللي هي كبيره وسبق له انه تعرض للتنمر والتمييز واحد المجموعه كبيره من المشاكل اللي تعرض لها واللي يعني ما عندهاش علاقه يعني بالوضع الصحي ديالو. متابعينا الكرام يعني التنمر والتمييز تعرض له في المعامله لبعض الاشخاص الله يهديهم مرضى السرطان خصنا ناخذوا بيدهم خصهم يكون عندهم الولوج سهل الى العلاج والباقي المناحي ديال الحياه وكيف ما قال فهو باغي يكري انه يكري شي دار اللي تكون قريبه يعني دار ارضيه ومع ذلك ما كيبغيوش يكريو له علاش حيت السيد مريض بالسرطان كيقولوا ما غادي يخلصهمش علما بانه مده طويله هو ساكن في هذه الشقه اللي كيتوفر له المبلغ فهو كيأديه لصاحب الشقه. نتمنوا ان شاء الله انكم تتعاونوا معه. تفضل السي حاج. وقف على الترويض درت 10 د الحصات هادي 4 شهور ووقفت 200 درهم الحصه بزاف عليا. وقف على الترويض دابا من هنا حتى القدمين ديالي ميتين عليا هما كيتحركوا بوحدهم ولكن ما كنتحكمش فيهم. واقف على الترويض ان شاء الله ان شاء الله. ربي كبير ربي كبير ربي كبير ربي كبير والحمد لله الله يسخر لنا جندو. اذا كيف قال السي حاجي فهو كذلك واقف على الترويض الطبي فاللي بغى انه يدير شي صدقه اللي كيفتش يعني كاين كنعرفوا ان واحد المجموعه ديال الناس كيبغيو يديروا الخير ولكن ما كيعرفوش فيه. هالنموذج هو امامكم وكذلك انتم المتابعين ديالنا كاين تقريبا ما بين 190 حتى 200 دابا متابع. اذا داروا عي هاد المتابعين ديالنا البارطاج فالرساله غادي توصل. بارطاجي بارطاجي والله يجازيكم بخير. فالبارطاج يعني عنده واحد المنفعه اللي هي كبيره وما غادي تخسر والو اذا بارطاجيتي. كل ما بارطاجيتي يعني الناس اللي معاك في الفيسبوك غادي يشوفوا هاد الحاله وربما ولو تكون غي واحد الشخص يعني صديق مشترك ديالك عندك في الصفحه ديالك يقدر يلبي ويجي يساعد هاد الحاله الانسانيه اللي اليوم من خلال هذا المباشر بغينا نتقاسموها مع الراي العام ومع المحسنين باش انهم يتعاونوا معها. فالله يجازيكم بخير. بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو. سميه الحيان واش دار الكيماوي؟ راه دار الشيميو اكثر من 35 حصه 35 حصه و 35 حصه ومن 2017 هو مريض داوى منه المره الاولى ورجع له المره الثانيه وهذه المره الثالثه فهو يعني دار له شلل نصفي. اذا المتابعين الكرام ما بقى لنا الا اننا نودعكم على امل اننا نلقاكم مره اخرى. كيف قلت على الاقل المتابعين ديالنا بارطاجيو بارطاجيو متابعي قناه شوف تبي قناه الشعب بارطاجيو الله يجازيكم بخير. كل ما كان البارطاج كل ما الرساله غادي توصل ونتمنوا ان شاء الله من خلال قناه شوف تبي قناه الشعب اننا نكون وفقنا من خلال هذا البث المباشر وان شاء الله بمجرد ما ننهيو هذا المباشر تنهال الاتصالات على سي حاجي كل واحد باش انه يدعمه اما ماديا اما معنويا فغير الاتصال به يعني والدعاء معه فهذا دعم كبير بالنسبه لهذه الحاله الانسانيه. اما اذا درنا البارطاج فغادي نكونوا حققنا النص ديال المبتغى.